من الأطراف. إنما مطلوب في جميع الأحيان في جميع الأحوال أن تعمل مصر على تحقيق أمنها القومي وحماية مصالحها من وجهة النظر نظرها الخاصة ومصالحها. وأيضا يعني غير مقبول على الإطلاق أن يتدخل أي طرف في خيارات الشعب المصري، يعني يقيم ما حدث أو يقيم اختيارات الشعب المصري أو يريد أن يطرح صورة مخالفة للواقع. وبالتالي احنا بنفهم رد الفعل المصري في هذا الإطار. نعم. طب اسمح لنا بقى يعني بعد ما عرفنا لا أنا بقى بس بعد اذنكم كده عايز اعلق على الكلام اللي قاله السفير بدر عبد العاطي واللي قاله الاستاذ الدكتور. اتفضل. الدول وخاصه امريكا وتركيا وما يدور في فلك هذه الدول لا تحترم الا القوم. صحيح. لا تحترم الا القوم. اذا لم نظهر انيابنا واننا اقوياء واننا نستطيع ان نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ايه بقى ان انا بخفض وبعدين بديله انذار وبعدين بتحايل عليه وبعدين اصل قطر يعني قالت ان ملهاش دعوه بقناه الجزيره. ربما يعني تتوقع ان في لحظه من اللحظات مش عارف اقول مش عايز استنى عايز الناس دي تحس بوجودي للموضوع. عايز الدول دي تحس بوجودي وتحس بقوتي. وهذا الكلام انا وجهته لوزير الخارجيه قبل كده وقلت له ان ابوك رحمه الله عليه كان وزيرا للخارجيه له قيمته وله اهتماماته. لا. انما ان وزاره الخارجيه تبقى كده بعينها على امريكا ما نزعلهاش وما ناخدش بقطرها وما نزعلش تركيا قوي وما ناخدش بقطر قوي وبعدين قاعد في قطر فتح لنا هناك بتاع دية قناة بتبص على الفتنة وللأسف الشديد بتتزيع كمان على القمر المصري. دي مصيبة ودي جريمة. لا ما فيش حكم قضائي ما فيش حكم قضائي. لا المفروض توقف بسها على القمر الصناعي المصري تحت أي ظرف هي وفروعها. دي واحد. نمرة اتنين لابد ان احنا نعمل موقف لان قاعد هناك واحد في قطر عمال بيشتم في الحكومة المصرية وفي الجيش المصري وبيحرض على الفتنة وبيقول ان هو شيخ ده يبقى ايه؟ لازم يبقى فيه نقط على الحروف. يا وزير الخارجية لابد ان احنا نعمل موقف وموقف حازم وحاسم في علاقاتنا الخارجية. وزي ما بقول وحظل اقول ان مصر اذا لم تكن قوية يجب ان احنا نقويها لان احنا شعب قوي ولابد ان هو يحافظ على وضع مصر. انظر ما كنتش مش عارف احنا انا عصرت جمال عبد الناصر. انا كنت ضابط في عصر جمال عبد الناصر قسما بالله. في اليونان بركب تاكسي وبعدين بقول للراجل بيقول لي شكلك كده عربي. قلت له انا من مصر. قال لي اوه ناصر. كانت معروفه مصر بناصر طبعا. ناصر. عايزين نرجع لدي عايزين نرجع للقوة دي ونرجع للكيان ده ونرجع للوضع ده. وبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية اللي قالوا لنا دلوقتي مش عاجبني كله على بعضه. طيب احنا هنعرف رأي الشارع المصري ونرجع ثاني للنقطة دي لان هي نقطة مهمة لانه عايزين نعرف علاقة بقى تركيا وقطر اي دول اخرى في التأثير في المشهد الامني في مصر عن طريق تمويل. هنرجع للنقطة دي بس بعد ما نعرف رأي الشارع المصري في قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا. أنا بعيد طرد السفير التركي من سفارة مصر حضرتك عشان بالنسبة إن تركيا مع الإخوان وطبعا مصر دلوقتي إن هي بتبدأ حياتها السياسية بسياسة كويسة جدا من ناحية إن هي بترتب أوراقها من جديد في بناء دولة مدنية حرة. أنا مع قطع العلاقات مع وطرد السفير التركي من القاهرة لموقفهم الداعم للإرهاب لأن احنا ما كنتش متخيل إن دولة بحجم تركيا بتساعد الإرهاب لأن الإرهاب ممكن يكون عندهم وبالتالي الإرهاب ده ملوش وطن.
ممكن يمتد في كل الأوطان. أنا شايفة أن فعلا قطع العلاقات بتركيا تأخر جدا. كان المفروض من أول يوم أردوغان بين وقال أن ده انقلاب كان المفروض نقطع العلاقات على طول او نديهم انذار وبعدين نقطع العلاقات فورا علشان ما يبقاش ده يبقوا رادع لاي دوله تحاول انها تتدخل في شؤوننا المصريه. قطع العلاقه مع السفير مع تركيا يعتبر المفروض انجازه من زمان مش الوقت. بالنسبه لي لان مش عايز اتعلق عليها خالص. دي لما الاخوان وتعتبر عصابه الاخوان الموجوده في مصر في الدول العالم كلها. المركز التجميع كله للاخوان هي بالنسبه لتركيا وبالنسبه للحصيله بتاعتهم في المانيا فلوسها كلها في المانيا. بالقطع انا ضد يعني قطع العلاقات الدبلوماسيه مع تركيا في الوقت الحالي وطرد السفير لان اولا في يعني تاريخ وفي جغرافيا وفي يعني علاقات وطيده جدا بتربطنا ما بين تركيا ولابد ان احنا نتريث شويه وكده علشان تثبت الحقائق اللي قدام. يعني احنا ما ينفعش اصل حضرتك لو هتتكلمي على قطع العلاقات الدبلوماسيه كده هستبدعها قطع علاقات تجاريه واقتصاديه وفي روابط طبعا كبيره بتربط مصر بتركيا. انا مع وطرد السفير التركي ده اتاخر. طرد السفير التركي ده المفروض من اول ما اخطا في الشيخ الطيب. الشيخ الطيب ده رمز من رموز مصر كانه اخطا لينا احنا كلنا اخطا للمصريين كلهم. انا عندي ما اكلش وما اشربش بس احنا نحتفظ بكرامتنا كمصريين. انا مع القرار اللي هو طرد السفير التركي مع ان القرار ده اتاخر انه كان من الاول ان تركيا بلد دخل تدخل سافر في شؤوننا وكان القرار ده يعني من بدري. زي ما حضراتكم تابعتوا مشاهدينا الكرام هذه الاراء ربما بتعبر عن اراء حضراتكم ربما حضراتكم وجدتم من يعبر عن رايكم في هذا التقرير الان معظم الاراء يا سياده اللي هو ربما معايا هو واحد بس اللي تشبيه حضرتك مدلوله مفهوم ولكن هي الفكره انه البعض شافه فعلا متاخر البعض شافه فعلا قرار نص نص محتاج حسم اكتر من كده البعض شايف ان احنا لازم نحافظ على علاقات تاريخيه مع تركيا. لا احافظ ازاي يتدخل في شؤوننا الداخليه ازاي يقول ان اللي حصل في مصر انقلاب ازاي يسمح لنفسه ان هو يتدخل في الشأن الداخلي المصري ازاي يتدخل في شأن شيخ الازهر اللي هو بيمثل وسطية الاسلام في العالم كله. يعني شيخ الازهر مش بيمثل نفسه ده بيمثل الازهر اللي بقاله 1000 عام في القاهرة وده اللي بتركيا نفسها ما عندهاش هذا الازهر. ده هو ده المفروض ان راجل زي ده تدخل في الشأن المصري يبقى لازم يعاقب وعاقب تماما. وبعدين التدخل ده في اطار التدخل ده بقى ست لو عايزين نتكلم عن التدخل كما ترى حضرتك يعني كمساعد وزير داخلية اسبق في اطار الوضع الامني في مصر العمليات الارهابية اللي بنشهدها مدى ارتباط هذه الدول وما تأوي من تنظيم يعني تنظيم الدولي للاخوان وجماعات تكفيرية وارهابية بما يحدث على الارض وبنعاني منه كشعب يوميا تقريبا. شوفي كل يقينا مصر. يقينا ولسه قايل في التلفزيون المصري هذا الكلام قلت ان التمويل اساسه امريكاني التمويل للارهاب اللي بيحصل في مصر اساسه امريكاني واللي بيدخله في البلاد هنا السفارات الامريكية والتركية والقطرية والالمانية اللي بيدخلوا الفلوس لهذا التنظيم الارهابي الموجود في مصر هذه السفارات الثلاثة وبعض الافراد اللي بيدخلوا هنا وبياخدوا الفلوس وبيوزعوها على الارهابيين اللي موجودين داخل البلاد. ولهذا بقى طالب رئيس الوزراء اذا كان لسه صاحي ما نمش ان هو يسمع الكلام اللي انا بقوله ويتخذ القرار الذي يجب ان تتخذ الحكومة المصرية من شهر اغسطس اللي فات من يوم ما قلت لهم لابد ان يتخذ قرار حاسم باعتبار تنظيم جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا ومن ينضم اليه ارهابي ومن يعتنق فكره ارهابي ومن يؤيده ارهابي. هو امر تم الاعلان عنه بشكل غير مباشر في مؤتمر وزير الداخليه النهارده يا فندم. مؤتمر وزير الداخليه ليس مختصا باعلان ذلك دلوقتي بيرعى عمليات ارهابيه عشان اطبق قانون الارهاب اللي هيطلع او مواد الارهاب اللي موجوده في قانون العقوبات انا بطبقها على مين؟ على الارهابيين. لابد ان انا اقول ان هذا التنظيم
والتنظيمات اللي انبثقت منه وافراد التنظيم اللي موجودين في الخارج دول ارهابيين. نعم. فيبقى لما تطلع مظاهرة وطبق عليها قانون الارهاب يبقى دول ناس ارهابيين طالعين، واقول دول بينضموا. انما لما اسمح لمحمد علي بشر واسمه الثاني عمرو دراج انهم يطلعوا يقولوا احنا بنمثل جماعه الاخوان المسلمين، وهي جماعه محظوره قانونا بنص القانون، حظرت من شهر ومحظوره من 54 من 15 يناير 54 وهذا التنظيم محظور. انما هنلعب بقى نص نص كده في خط الوسط وما نروحش لا كده ولا كده ونتن نلف حوالين بعض، لا، يبقى لازم يتخذ قرار حاسم باعتبار لان اولادنا اللي بيموتوا كل يوم والشهداء اللي عمالين يموتوا في سيناء من ضباط الجيش وضباط البوليس والافراد والقوات والاهالي اللي بيموتوا هنا كل يوم، بنلاقي اطفال اخرها طفل السويس طبعا. وطفل العمرانيه وطفل اسكندريه، ايه ده ايه ده؟ وبعدين مش عايز يعمل تنظيم ارهابي علشان ما زعلش امريكا، علشان انا اعد لي 5-6 أشهر في الوزارة ومروح، فلما سافر امريكا واروح اوروبا يقابلوني كويس. طب عايزين نعرف برضو في ضوء اللي حضرتك بتشير اليه رأي الدكتور اكرام، يعني في ضوء تشابك هذه العلاقات يا دكتور، يعني الدكتور سيادة اللواء فاروق اشار اكتر من مرة مش عايزين نزعل امريكا، مش عايزين نزعل امريكا، تشابك المصالح الامريكيه مع قطر ومع تركيا ومع هذه الدول. يعني انا رايي حكايه ان احنا نزعل امريكا، طب ما هي امريكا بقى لها 10 سنين وزياده في حرب ضد الارهاب. نعم. امريكا خاضت حربين، واحده في افغانستان وواحده في العراق بحجه الحرب ضد الارهاب. ما بقتش عايزه ما ازعلش حد. ما همهاش. وحتى على قوائم الارهاب عندها يا دكتور اكرام تنظيمات يعني بتدعم الارهاب والتنظيم الدولي الارهابي. اذا احنا لم يضرنا في شيء. ابو انس الليبي لما كان هيفضحهم وكان هيجي ويقول بقى ايه الاتفاقات اللي هم عاملينها، ابو انس الليبي بقى له 10 سنين قاعد في ليبيا. راحوا جابوه مسكوه من ليبيا. طيب يعني انا عاوز اقول هنا ان الحرب ضد الارهاب ليست حدث يمكن ان يغضب امريكا او يغضب غير امريكا اذا كان ده بيحقق مصالحنا القومية. وانا في رأيي ان احنا بنواجه حالة من عدم الاستقرار سواء على مستوى مؤسسي او مستوى سلوكي اللي هو العنف اللي في الشارع، سواء كان ارهاب او ايا كانت التسمية. على المستوى المؤسسي يعني احنا بنعاني من فراغ مؤسسي، ما عندناش لا حزب حاكم ولا عندنا رئيس منتخب ولا عندنا دستور حتى الان ولا عندنا مجلس تشريعي، كل الكلام ده مؤسسات غيب. اذا باكتمال خارطة المستقبل السياسي هيتم سد هذا الفراغ وبالتالي يتحقق الاستقرار على مستوى مؤسسي. هيفضل الاستقرار على مستوى السلوكي العنف اللي في الشارع والارهاب، وده في رأيي بيتطلب اصدار قانونين وعلى وجه الصورة، قانون مكافحة الارهاب وقانون تنظيم التظاهر. وما يهمناش ان حد بقى ومؤسسات المجتمع المدني تعترض، لان ده مش بيلغي حق التظاهر بالنسبة بينظمه بيضع له ضوابط، واعرق الدول ديمقراطية بتضع ضوابط لحق التظاهر. ما ينفعش ان حد يتظاهر ويبقى معاه سلاح، ما ينفعش ان حد يتظاهر ويقطع طريق او يعطل مؤسسات الدولة او يعطل مؤسسات الحكومة عن اداء وظائف للمواطنين العاديين. اذا دي ضوابط تنظيمية يعني بتنظم الحق ولا تلغيه. قانون مكافحة الارهاب ايضا احنا بنشهد الظاهرة، وكما اشار سيادة اللواء، الضباط اللي بتموت من الشرطه ومن القوات المسلحه ومواطنين عاديين، وبالتالي يتطلب الامر ان يكون هناك قانون بيختلف عن القانون العادي. القانون العادي اللي فيه الدفع وفيه الاستئناف وفيه حاجات كتير قوي بتطيل امد التقاضي، انما قانون الارهاب في هذه الحاله بيتيح امكانيه التعامل السريع والفوري، لان احنا بنعاني من حاله استثنائيه وظروف استثنائية، وبالتالي لابد أن يكون القانون الذي يصدر متناسبا مع هذه الأوضاع والظروف التي تحيا فيها مصر في هذه الآونة، حفاظا على الأمن، وهو أيضا جانب سياسي. إصدار من الحكومة تصدر قوانين كده ده بيتعلق بنواحي سياسية، وبالتالي بيظهر الارتباط هنا بين الجانب الأمني والجانب السياسي. احنا يعني ما نقدرش نفصل بينهم فصل تحكم.
طب سيادة اللواء، يعني النهاردة في مؤتمر وزير الداخلية تحدث بشكل صريح ومباشر وواضح عن أنه تنظيم الإخوان بيرعى العمليات الإرهابية اللي بتشهدها مصر، ربما ده كان مقدمة لأنه التقارير بتشير أنه فعلا ممكن الحكومة خلال أيام قليلة قادمة تعلن جماعة الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية بشكل رسمي. يبقى صحيح. طب وهيكون تأثير بقى الموضوع ده إيه؟